السلام عليكم. جيت ان بو روتار باسكو كنت مشغول. دونك كيما العاده نستناو لي بارتيسيپون اون كومونس لو لايف. ان سول بارتيسيپون سا مي سوفي لارجمون دو كومونسي لو لايف. كوم توجور جو دوموند دو لا بارتيسيپاسيون. بوزي دي كيسيون اون لا بور ريبوند ولا نتحاورو باسكو المشكل في الجزائر سي لا كونسيبتاسيون. Ah, ma kench tachawar, ma kench hiwar. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. Que le wahed dit goul fou li tayyab. Donc, lazem tdkhoulna thaqafat hiwar w thaqafat sma. Mouchkel fi ljazairiyin ma yessemaouch. Kol wahed dit dawla fi rasou, kol wahed dit goul lek ana nfham. Donc, on est là pour bach nwaiou nnas. Un seul participant, ça me suffit largement de commencer le live. باش ما يتقطعش اللايف. دونك لا ميثود دو فيسبوك il faut participer, il faut liker, il faut dépasser كيما يقولوا السينيال. لازم عدد لا بارتيسيپاسيون يكون فايت السينيال باش ما يتكوباش اللايف. دونك نروح ديريكت و ندير اون كونكلوزيون سو كي سباس اون الجيري اي لي بروبليم دو الجيري دوبوي 62. ها مشاكل اللي عايشتها الجزائر من 62. علاش؟ Parce que tout simplement, ah, Kayen qui m'a dit, intihak, madda lihiya asasiya, ou lihiya khalqa al-mashakil, madda 7-8. Ah, c'est ma kan. C'est-à-dire, al-mushkara madda 7-8, li hadhi madda moujouda min dussou ta'a 63 ila dhakira ta'i, يعني ما تخليش. ها هو البروبليم. وراه البروبليم سي كو لو بوفوار سو مانتيان اون بافو لارتيكل 7 اي 8 دو لا كونستيتيسيون اجريان الابوري جو بونس اون 1963 دي لانديبوندونس. المشرعين قالوا ماده 7 و8 اللي هي السلطه للشعب. لارتيكل 7 اي 8 ديفيني كليرمون كو لو بوفوار au peuple, mais je suis fauva, mais je suis le chabier, non, par l'intermédiaire de ses élus, un tariq, un muntakhibin, un tour, c'est ce qui fait que tu me suis, ou tu connais le charia, le nidam, le nidam, si vous estime, hamel, le madda hadi, ou hamel, mawad, kbi, bzaf, pour la constitution, ou la constitution, yassah, في كل دولة الدستور هو الصح. بالك كاين نقائص بالك كذا، لكن انا فليتها قريتها على الكونستيتيسيون جينيرالمون مليحة، فيها بعض المواد لكن مليحة سورتو تاع جو بونس 63 اللي كانت الاخر. لكن بداو يتلاعبوا كل واحد راه يصير يجي يدير عامين ومن بعد يزيد 4 سنين ومن بعد هكذا، وقلبوها قلبوها ان سيستيم كيما قلت ولا ان بوفوار دان روا. هاو البروبليم في الجيري سي اون كيسيون تاع ماده 7 و8 اللي كاع ثروات ثورات اللي درناهم من 62 على جال الماده هذه. ما كانش حكم للشعب، ما كانش حكم للشعب. ونفهم قلت الماده 7 و8 السلطه للشعب عن طريق المنتخبين نتاعو بريزيدون ينتخبوا الشعب كممثل للشعب. كاين دو فاصون كيفاش نخرجوا بريزيدون، بانتخابات مباشره الشعب يفوتي ديريكتومون البريزيدون، و اذا كان معاه مترشح اللي دا فوق الخمسين او دا نسبه كبيره يخرج بريزيدون يمثل الشعب الجزائري ويسير الشؤون نتاع الشعب الجزائري. كاين طريقه واحده اخرى، الانتخاب غير مباشر. الشعب يفوتي على الهيئه البرلمانيه، البرلمانيين نتاعو العدد حسب المناطق، والبرلمان حسب الاغلبيه يخرجوا البريزيدون دو لا ريبوبليك. واقيلا في استراليا ما متش البلدان اللي استعملوا هذا الاخر، هذا الاخر تمشي الامور هك. زيد البرلمان
البرلمان يمثل الشعب كيف كيف، المجالس الشعبيه البلديه يمثلوا الشعب، المجالس الولائيه يمثلوا الشعب، هذو هما اللي يسيروا احوال الشعب، لان الشعب انتخبهم. وكما قلت يقولوا للسلطه للشعب ارتيكل 7 اي 8 دو لا كونستيتيسيون الجزائريه. Et toutes les institutions de l'État, ils ont été mis en place. أو يخيرها البرلمان، والبرلمان يمثل الشعب إذا كان كما قلت الأغلبية، دونك الحكومات تمثل الشعب. كل مؤسسات الدولة الجزائرية اي جودي توت لي انستيتيسيون دو لاتا لازم يجيروهم لي بوليتيك، يجيروهم الحكومة، البريزيدون، البرلمان سون اكسبسيون. sans exception. رانا نشوفو كيفاش تسير الامريكان. البريزيدون هو الصح، السيناتور هو الصح، ما كاين لا عسكري لا جدارمي لا الخضرشو. العداله تحت البريزيدون، الجيش تحت البريزيدون، سيتادير لازم تمشي الامور هك. حنا هنا حتى القوانين اللي يديروها منافيه للدستور، لان الدستور هو منبع القوانين، ما لازمش المشرع. كما هنا الهيئه التنفيذيه هي اللي راهي تشرع، الحكومه هي اللي راهي تشرع، لان البرلمان ما عنده حتى اهميه، البرلمان يصدق لان نظام رئاسي. لازم كل قانون يخرج من الدستور، ونشوفوا يخرجوا قوانين منافيه للدستور، شي غراف كيما الارتيكل 7 بيس دو كود بينال، ماده 87 اللي راهم يشرعوا بها حريه الراي، والدستور يضمن حريه الراي. قريت انا الدستور، الدستور مليح، لو كان جاوا يحترموا الدستور الا بعض المواد. بون ماشي هضرتنا اليوم، نفهم ستادير علاش رانا ننظروا، باسكو لاتيك 7 دو 8 ايتي بافوي دوبوي 62، ما كانش دي زيليكسيون ليبر، ما كانش دي زيليكسيون كوريكت. حنا اون دوموند دي زيليكسيون كوريكت، اون دوموند انتخابات صحيحه، اون دوموند صحيحه باش يخرجوا الممثلين تاع الشعب الجزائري ويسيروا مؤسسات الدوله الجزائريه. Où il y aura alternance du pouvoir si le peuple n'est pas content de la gestion du groupe élu. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Parce que هذا هو اللب نتاع المشاكل نتاع الجزائر. أنا ما نسب، ما نقول فلان نسرق، ما نقول هكا. Il n'y a pas une légitimité. ما كانش شرعية في المنتخبين. في البلدية رانا نشوفوا مير يسير بلدية نتاع 110,000 مواطن، وده هو 600 صوت، ونشوفوا المشاكل اللي راهي صايره. دونك البروبليم سي لارتيكل 7 و 8 دو لا كونستيتيسيون الجزائرية. ها لازم تطبق، لازم تطبق، وكنت تكلمت لازم نظروا باش يكونوا قوانين الانتخابات صحيحه، باش مو لي زيلو كيكونوا عندهم لا ليجيتيميتي يقدروا يتكلموا، يقدروا يتكلموا ويكونوا عندهم مواقف. سا مارش كوم سا. وقلت درت منشور، بون الناس ما فهمتش واش قلت، باسكو نزيد نعاود الناس اللي ما تفهمنيش. مو جو مادريس او بوليتيك، مو جو مادريس او زيلو او زانتيليكتويال او زيليت، هذوما الكيس تاع
نتاع الشعب. ما يجيش واحد انايا ما نعرف واش يريبوندي لي بكلام فارغ وبكلام ما نعرف واش يقل، ماشي يقلقني، مي ما تريبوندي ليش، ما تفهمش المنشور تاعي ما تجاوبنيش. شي سامبل يرحم الشيخ، شي سامبل درت منشور سألت، سي تي فيريتي، باسكو باش تعرفوا اللب تاع نتاع الهضره تاعي. في القهوه سقسيت واحد نعرفه، انا تيديو، انا تيديو تو عرفتني، قال لي نعرفتك، على بالك بلي انا راني ناشط سياسي وندافع على المساغر، على الفقراء، على دولة القانون، باش تعيشوا نتوما في بلاد كيما الجزائر. لومهم وراكو بالسيارات وراكو بدياركم وراكو تفواياجي وراكو تقرا وراكو نقايا وراكو مزوجين وراكو هكذا، لان الجزائر تكفي وتفضل. قال لي ماشي نتبع فيك، عندك دار ما عنديش، عندك خدمه ما عنديش، عندك باسبور باه تروح ما عنديش، عندك القهاوي ذوك باه نشربو انا وياك 8000 فرانك. قال لي ما عنديش، انا تيديون كون بار ازار شفت واش راه يتبع، ماشي يتبع سياسيا، يتبع في التيك توك ان سيرتان شونتور دو كاباري. قلت يا بن عمي انتم هما الركايز تاع الجزائر، لافونير تاع بلايز الجزائر، نتوما نتوما لي دي زيتيديون، لازم لازم فوز انتريسي على في بوليتيك لبلادكم، لازم لازم تشوفوا الشؤون نتاع بلادكم. يشوف في التيك توك شطاها، ما عندوش حتى، انا مديتها كميساج بوليتيك، والله يسهل عليه يشوف واش حب، بالك تقلق شاف. Mais là, c'est-à-dire, j'ai profité de l'occasion pour passer mon message politique que le bled, ici, il y a les intellectuels, les élites, 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 la politique qui gère le bled, mais chaque l'économie, il y a un gamme de élites, qui connaît des دي ديبلومات، كي يكونوا دي بوليتيك صحاح، تكون الدبلوماسي صحاح، تكون عندنا مكانه في المجتمع العالمي. ان ايتوديان يسانتيريس با على بوليتيك، هو ماشي غير هو، بزاف ما يعرفوش، والجهل كيفاش؟ الجهل تعطيلو شكاره حليب يقول لك راهي الجزائر نوار، باسكو جاهل مسكين، ما يعرفش لي ليبرتي، ما يعرفش لازم يسافر، ما يعرفش لازم له دار دارك مليحه بدوبلاكس، لازم له هكذا، ما يعرفش لازم يداوي، جاهل، يشاش كو مسكين مينيموم بور كالمي سي زانتيستان، دي زيتيديون يسو ديزانتيغي de la politique de leur pays. Où le bled hadi, شكون اللي راح يسيرها؟ شكون اللي راح يسيرها؟ حتى النظام غبي، يخدموا غير ارواحهم، ما خلاوش الناس دير سياسه، هاك تموتوا شكون اللي يسير البلاد؟ بلاد سي اون كونتينيتي، لا نونسيون سي اون كونتينيتي، بلاد لازم تستمر، تستمر بالسياسيين، لازم على النظام يفتح مساحات سياسية، يبوليتيز الشعب، الأمريكان كاع يديروا الشعب، كاع يديروا البوليتيك، ولو كان ما يفوتيش أمريكاني يجبد السونترا ويتيري، لازم يفوتي، ولو كان يترافيكي ولو يتيري، وكل دار في الأمريكان داير الإعلام، يحبوا الأمريكان ويدافعوا عليها ويموتوا، يروحوا حتى لأفغانستان، شموا باللي لأفغانستان دونج عليهم، صدموا عليهم. حنا هنا لا دار اعلام عرف بلي راه تاجر فوضوي ولا البنيان فوضوي، كما يقولوا يحشي للدوله، يدير النظام هو غير باه يقضي صوالحو، باسكو الوطنيه ماكش، باه تكون عندك وطنيه لازم تدافع البلاد، لازم تبغي البلاد،
لازم تخدم البلاد، لازم تهتم بسياسة البلاد، تهتم، لازم تعرف كيفاش راهم يخدموا. فوت عليك اليوم غدوة ما فوتش عليك إلا خسرتها، ماشي يرشيك بشكار حليب وبالمنحة ومنه وتك تك باسكو ما تعرفش دير البلاد، ما تعرفش دير السياسة. هاي كيفاش تمشي الأمور. دونك قاع لي بروبليم دو لالجيري ديبوزي 62 لارتيكل 78 لو فامو ارتيكل 78 دو لا كونستيتيسيون الجيريان كي ني با ريسبكتي في المواعيد الانتخابيه. انا نعرفو كيفاش الانتخاب، سي بور سا كو قلت انا فو لوتي ماشي قال بويكوت نصيرو ستين وحنا نبويكوتيو وما كانش ريزولتا. ندخل للانتخابات et je lutte pour que j'aurai des lois qui protègent la voix du citoyen, qui donnent des bons résultats pour avoir la vraie ou le vrai article 7 et 8 de la Constitution. Chaque voix sur le temps. مهدي الجريك، الجريك اليونانيون هما اللي خرجوا الديمقراطية والفوط، هما اللي داروا البرنامج على حسب المعلومات. ولا شقريت ولا نسيت، اسمحوا لي مهم باش نقول لكم باللي هذه الأمور قبل لي رومان، باسكو الجريك هما الأولين داروا البرنامج وداروا مادة 7 و8 تاعنا وقالوا السلطة للشعب. لوروا كان لوروا دايرين لوروا باش هما كانت لوروا باش يترونشي، مي كان عندهم برنامج باه بالشعب خيرون. زعما بكري كان عندهم سيستم دو فوت قبائل ويخرجوا واحد، ما كانش عندهم مثال مكاتب وين يفوتي ولا يتفاهموا قبيلة قال هذا هو اللي مثلنا هذا، يعني مي كان عندهم سيستم ديموكراتيك. هنا il faut créer un système démocratique, un vrai système démocratique dans le vote. لازم نخرجوا واحد صحيح، برنامج صحيح، رئيس صحيح، مجالس شعبيه صحيح، صحاح، والشعب هو اللي يحكم. إلا داونهم للواد تطفر في الشعب، باسكو هما اللي خيرهم. ما يوليش الشعب يخير بن عميس كما هنا في الجزائر، سي تريبال. انتخابات هنا في الجزائر قبائليه، سيتادير تريبال. دي تريبي مبارو سا فوت عليه، فوت عليه لبغا مهلوك. نو مو جو شوازي لوم كي ترافاي ميز انتيري، اللي يخدم المصالح نتاعي، نتاع بيان سور نتاع الجزائر، لان الجزائر لازم تستمر. امريكا نموذج في إشراك الشعب في السياسة لدرجة أنها بنت مدرسة مخصصة لتكوين. نعم ليكول عندهم اسمهم هما، دوك نقول لك الاسم وشنها بون باش جو سي با سوا ديسون ليكول دي بوليتيك. صح الأمريكان قاع يديروا سياسة وعندهم دي زيكول يفورميو سياسيين، وعلاش راهم فور هكذاك؟ ماشي هكذاك، عندهم اسم نسيتو واش يسموها، مي المفهوم تاعو دي زيكول تاع السياسة، هما يبداو من ثم الانتخابات. هذاك الانتخابات تاع الجزائر تاع الامريكان يفوتيو بريزيدون من يبداو من فيها دي زيد فيها دي ديبا فيها دي زينيميناسيون، باسكو علاه كاين الاف تاع الاحزاب مع الاخرى يخرجوا للديموكرات et les républicains. L'école, oh zut, mais je suis allé. Hamoun Waslo, Soslo, Bessi Yassin. Ou si Yassin, ou Mali Hakmo Fulmarikan. Quand des lobbies d'influence, l'obéhat, t'affaire, mais il y a comme le président, il y a comme lobby. البريزيدون هو اللي يحكم، السيناتور هو اللي يحكم،
يقول لك I am senator of USA، أنا سيناتور الولايات المتحدة، واش تقول أنت؟ واش تقول؟ حنا هنا ما كش ندير سياسة وحصلنا وحصلنا ورانا نشوفوا لي زومباسادور تاعنا ولا يديروا دي ديكلاراسيون ولا قاعدين شغل روتريت ميزون دو روتريت اللي كبر يبعثوا امباسادور ما كاين حتى هما لي زومباسادور تاعهم هما اللي قايمين بالسياسه الخارجيه ويديروا دي ديكلاراسيون وشوفوهم كيفاش او يبريزونتو لي بريزيدون وي مام مشكل كبير. اتيديان يشوف التيك توك ما عنده حتى دورو ما يتهاش ما قلتلكش تبع بالخير تبع السياسة تاع بلادك باسكو بلا سياسة أمور ما تمشيش. لو كان دير سياسة وتعرف الدستور وتعرف القوانين كي يجي كركرك بوليسي تقرا المواد الدستورية وتطبقها. شوفوا في أمريكا غير يحكمه نشوفه في الافلام والافلام صحيحه غير يحكمه يقول له ارتيك 7 دو لا كونستيتيسيون تاك 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 تجي ترفدني تجي تعتدي على القانون. كانش اعتداء على القانون في امريكا ما كانش. يقول لي واحد بالك برا برا خليهم يحقروا مي في سم لا فري ديموكراسي ما كانش واحد يعفس على الدستور تاعهم سي ساكري من 1768 جو بونس من مور لا غير دو سيساسيون داروا الدستور ما عدلوا حتى ماده ما عدلوا حتى ماده. تذكرون بعض التعديلات لكن في لب الدستور تاعهم ما يخرجوش من الدستور اللي داروه جدادهم مور لا غير ديساسيون بون حبسوا الكرا بيناتهم قال سيفيل جاو داروا الطابلة لي زانديان وتاك تاك وداروا دستور اللي كاع الامريكان. حنا هنا كل يوم يبدلوا يجي رئيس ما يعجبوش دوزون ديرها خمس سنين سدو نابورت كوا ويجي يخرج لك قوانين اللي ما تنبسش من دستور كما قلت القوانين كاع تخرج مصدر القوانين هو الدستور. مشرع اللي شرع القانون ما لازمش يخرج من موالد الدستوريه. ما تقوليش دستور يقول باللي حريته وقريته كاين حريه منا كاين حتى كي تدخل البوليس لابوليس كيفاش يعاونوك كيفاش هكذاك يعني الدستور عجب. ومن بعد من يدير لك منشور منشور فيسبوكي تأولوا له تعقبوا المادة 87 اللي هي منافية للرأي مادة 87 تاع الإرهاب سي نورمال داروها في عهد العشرية سي نورمال. مي دوك دوك رانا كان وعلاش تعدلها في 2021 وقيلا و دير الحركيين والناس اللي تنظم ارهاب ارهاب كناري البنات. كل واحد يستعمل سلاح للوصول الى هدفنا هذا هو الارهاب. كل واحد يستعمل السلاح للوصول الى هدف ما سي ان تيرورست دون لا بوليتيك. اما يخرج مانيفيستي شجره ما كسرهاش تقول له انت ارهابي وتشارع له بالماده 87 يدير منشور فيسبوك الداخل ما على باليش انا قال التران تاع المروك مليحه احنا ما عندناش مثال تقول له يا ودي راك تخدم مع المروك شعبي واش دخل في كونفلي راه بين دولتين بين الحكومتين. حنا عندنا الحق ندافعوا على بلادنا
بصح ما يجيش مواطن سابق يحكي لك على المروك تديه للحبس، واش يقدر يدير؟ سي دو لابورت كوا. في لدرجة أن في الدستور الأمريكي تجد عبارة الدستور نعم بيان سور ما تبوجاش، لا كونستيتيسيون أمريكان لا با بوجي دوبوي 1700 كيلك باسكو داروها للأجيال. وأنا واش راني نقول؟ هذا النظام قال الشعب ما يديرش سياسة، عند بالهم ما يموتوش، بالك النمرود وخلى شعبه يدير سياسة باسكو على بالهم بلي يموت. هذا ما خلاوش بلعوا جميع اللي تخرج السياسيين، بدعوا جدها كاع الجزائر بدعوها سياسيا، خلاوش ندير السياسة ومن بعد تموت انت وشكون يصير جدها؟ بارطاجيو سي بوسيبل. وعليكم السلام. و اتكلمت وقلت الفوت دي سيليكسيون اونيت كما يقولوا نزيها، لازم باش نروحوا المادة 7 و8 سلطان الشعب، كلام بسيط. كاين جزائر، كاين شعب الدخل بكل الألوان السياسية، مي ديزاجيريان لازم لهم ناس تسير. هي بلادنا، بلادنا كاع الجزائريين تاع الجزائر، ماشي مكتوبة على واحد، ماشي مملكة هذه، هذه حروها ناس ماتوا ربي يرحمهم، 1.5 مليون دو مارتير بليس، لازم منها واحد يسيرها واحد، باسكو البابور إلا سيروه بزاف يغرق، ولازم تسير محلي وتسير منها، خيرهم الشعب، و اللعبة الديمقراطية الديمقراطية أغلبية هي اللي تحكم، ونحترموا الأقلية يستناو. إلا خيرنا ناس أغلبية ما سقموناش البلاد خطرة أخرى زيدوا خيرو، بالك هذيك الأقلية يربحوا ناس أخرين ويولوا هما بزاف. سي سا سا مارش كوم سا، ملي خلقت الدنيا مع هذوك لي سوفاج اللي راهم عندهم ثقافة، اللي راهم في الامازوني عندهم دي شيف ويخيروهم يسامبوز با، ما يفرضوش رواحهم كيما انا. هذا واش عندهم عند الشعب الجزائري، ويخلوا الناس دير سياسة ويديروا الدستور ما درناوش ليه، يتفاهموا كاع الجزائريين يديروا الدستور، كاين اليات كيفاش رضيوا كاع الجزائريين، كل جهه جيبوا، كاين فين دي زافوكا دي جيريس دي كاين كيفاش يديروا الدستور اللي كاع يخرج عليه، يخرجوا في الاستفتاء وما يترافيكوش الاستفتاء، ولا قبلوا الشعب يبقى هكذاك وتتغير بار لا سويت شويه، ديروا توش حسب كيما الدستور الامريكي تعدل في الفوت نتاع السود، ما كانش عندهم حق تاع السود، قال لك لا لا غلطنا واقعاً، زادوا لهم زادوا، هذا ما كان، مي ماشي كل دقيقة تبدل الدستور، ملي استقلينا 60 سنة برك تبدل 20 خطرة ولا 30 خطرة، تعديل، واش ما تنوشيش ما تبدلناش ليه الدستور، الدستور لأن الأجيال كما كاتبين في الدستور الأمريكي وقال السيد هذا، دستور الأجيال، هذو يخموا هنا.
لو كان ما يخموش هنا ما يهجروش النخبة للخارج، ما يمنعوش الناس تدير السياسة، يخلوا الناس تدير السياسة، الجزائر تتطور بالسياسة. السلام عليكم، بارطاجيو الفيديو.